ولسه مكملين معاكم فقرات طبيب البلد، هنتكلم فيها عن البشرة لأن حلم البشرة الصافية والنضرة حلم ما يختلفش على تحقيقه أي بنت. تحقيق الحلم ده بيخلينا نتعامل مع بشرتنا على إن هي حاجة زي فار تجارب كده، أي ماسك أو علاج نلاقيه قدامنا نجربه ونشوف هيجيب نتيجة ولا لا، لكن للأسف أغلب نتائج التجارب دي بتضر أكتر ما بتنفع. فأنا النهاردة فقرتنا هنتكلم عن أبرز مشاكل البشرة وحلولها. أكيد عرفتوا مين ضيفتي النهاردة ده، طالما هنتكلم عن البشره معانا دكتور دينا ابو السعود اللي هتقول لنا بقى نعمل ايه في بشرتنا علشان ما نقعدش بقى يا دكتور دينا نجرب ده وده ينفع وده ما ينفعش ونضر بشرتنا اكتر ما ننفعها. صح، برحب بيكي الاول. اهلا بيكي يا مي، اهلا بيكي يا قمره. قولي لي بقى يا دكتور ازاي نقدر ان احنا نلغي فكره التجربه بروتين مناسب لكل انواع البشر؟ بلاش نجرب، يعني ساعات ممكن نجرب حاجات وتعمل سايد افكت وتقعدي وقت طويل جدا عشان تعالجيها وبتصرف فلوس كتير جدا. صحيح، هنجرب حاجه لازم نبقى عارفين انها حاجه امنه ومصرح بيها وزاره الصحه المصريه. هي جاي اتكلم معاكي عن كريم عمل طفره كبيره جدا جدا جدا. كريم كل مكوناته طبيعيه ومصرح من وزاره الصحه المصريه، وبكريم واحد تقدري تستغني عن حاجات كتيره جدا. الحقينا بيه بقى كريم بينكي. كريم بينكي حلو جدا لانه كريم وقائي، كريم علاجي، كريم تجميلي، كريم كله فيتامينات، فانت بتقدري تغذي البشره جدا من فيتامين سي واي واحماض امينيه. كريم بيفتح، لان عندي مشكله تصبغات كتيره جدا، بشوف ستات كتيره جدا من جميع الاعمار بتشتكي من هالات سودا. صحيح، تشتكي من نمش بقع، ومش بس بقع اللي في الوش، اللي في الوش، اللي في الجسم كمان. بتلاقي بنات وعرايس فرحهم قرب وعندهم مشكله تحت الابط غامق، البكيني غامق، الركب غامقه، الايد غامقه، وبتتوتر جدا ومش عارفه تستخدم ايه، والحتت دي حساسه جدا ما ينفعش نستخدم اي كريم. صحيح، فبطمن كل عروسه فرحها قرب انها هتستخدم كريم بينكي في المناطق الغامقه اللي في جسمها على الاقل قبل فرحها بشهرين عشان نشوف نتيجه جباره على جسمها. ده لو كان بيفتح المناطق الغامقه يا دكتور دينا يبقى اكيد على البشره كمان مفعوله ساحر. مفعوله حلوه قوي، لان انا ما عنديش مكون واحد بس بيشتغل على قصه التفتيح. عندي كذا مكون. فيتامين سي بيفتح وبيخلي البشره كده زي الحرير وبينشط لي الكولاجين. المكونات الطبيعيه اللي داخل كريم بينكي اللي بتفتح، الليكوش اكستراكت اللي هو العرق السوس، بلو بيري، توت بيري، ومستخلص الساليسين اللي بيقدر يزيل السموم والشوائب اللي اوريدي مغمقاني عن لوني، يعني هي اوريدي السموم والحاجات دي بتغمقني عن لوني الاساسي. مهم اقول يا مي، كريم بينكي مش بيفتح عن اللون الاساسي. مش حلو ان انا الجا للكريمات تفتحني عن اللون الاساسي، لا، لازم ابقى بنفس لوني بس اخد النضاره. محدش على نفس لونه على فكره، ده احنا يا ريت نبقى على لوننا الاساسي. صح. فانا عندي كريم بينكي بيفتح، بيغذي، بيعمل ترطيب عالي قوي، وبيعمل انتي ايجينج، وقايه من ظهور التجاعيد. هايل. فانت تستخدميه من سن العشرينات عشان تقعدي فتره طويله ما يطلعلكيش تجاعيد. عشان وانس ان طلع تجاعيد وسبتها فتره، لا غنى عن الفيلر والبوتوكس مع كريم بينكي. طيب دكتور دينا، دلوقتي انا بحب دايما اطمن على حاجه لما بنيجي نقول مثلا كريم ولا ايا كان المنتج، احب اطمن ان هو يكون سعره مناسب لمعظم شرائح المجتمع، بالذات السيدات الجمال اللي بيبقوا قاعدين في بيتهم وعايزين يهتموا بنفسهم، ما عندهمش وقت يروحوا بيوتي سنتر او اي حاجه. قول لنا سعره حلو بقى؟ سعره حلو قوي قوي، عندنا حجمين، السعر تحفه مبدئيا لكل الناس اللي بتتفرج، كل الستات الحلوه اللي بتتفرج علينا. عندي حجمين، عندي من كريم بينكي عندي 50 ملي لازم يتحط معايا في الشنطه ده عشان لو قعدت ساعات كتيره بره، وال100 ملي جنبي في التسريح. حلو قوي، هايل، بشكرك يا دكتور، نورتينا واسعدتينا بوجودك معانا ودايما معانا في سلسله فقرات طبيب البلد نتكلم فيها عن البشر. ان شاء الله معاكي يا مي، ميرسي ميرسي. وبكده تكون خلصت فقرتنا مع دكتور دينا ابو السعود، والفقره الجايه هنتكلم فيها عن امراض الذكوره مع دكتور احمد عادل مدرس امراض الذكوره والتناسل والعقم بكليه الطب قصر العيني.